أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن قطاع البترول ينفذ حاليا برنامج عمل لخفض الانبعاثات الكربونية يشمل 6 ركائز أساسية لتحقيق هذا الهدف، هي إصلاح دعم الطاقة والتوسع في الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود نظيف. جاء ذلك خلال كلمة وزير البترول أمام المنتدى الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ومجلس الأعمال المصري الأمريكي تحت عنوان بناء الزخم نحو قمة المناخ COP27 لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لمواجهة تحديات المناخ.